مش عمل عملية كسف البطولات اصلا. يا عم بس قالوا بقى عنده حصان. ادعو جميع المصريين للنزول الى لجان الاقتراع. من القاهرة. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا، الكروان غنى وصحانا وصحانا. يا صباح الخير يا اللي معانا. هنزلوا تنتخبوا ولا ايه؟ تنزلوا؟ صارصه انتخب الاصلح ان شاء الله. عشان صوتي انا. السلام عليكم. هتنزلي؟ ان شاء الله هنزل. لازم ننتخب، لازم ننتخب. يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل. هنزلوا تنتخبوا ولا ايه؟ طبعا ان شاء الله باذن الله. زي ما انت شايفه ما عنديش وقت. ايه؟ بتصوروا؟ صورونا ولا ايه؟ يا رب يخلي مصر. يا ربنا يصلح حالكم. ويرفع راسها فوق. ان شاء الله. طيب انا سوري. تحية مصر. صباح الخير. صباح الخير. صباح الفل عليكم. ايه عاملكم عاملين ايه؟ الحمد لله. انا مرشح كويس، انا احب رئيسي، احب شفتي. هتنزل ايه الانتخابات؟ بس كده البلد ان شاء الله طبعا تحيا مصر في كل وقت. احب مصر ان شاء الله. تحيا مصر، تحيا مصر. عمر احنا هنقول لا. السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اتفضلوا. هتنزلوا تحطوا صوتكم في الانتخابات ولا لا؟ هتنزلوا؟ ان شاء الله. ويا مصر، يا مصر وان خيروني مسكن اللاكي. لازم انزل الانتخابات. هتنزلوا انتخابات؟ صوتك مهم؟ طبعا. شو مصر طبعا، ده مستقبل مصر كلها طبعا. باذن الله ان شاء الله. احنا مسافر والله. دي بلدنا وده مستقبلنا. ده اخر استحقاق لازم نكمله. بورسعيدكم اتطور لنا. بورسعيدكم لا متعب ازيك. ربنا معاك. السلام عليكم. ده صوت، الصوت امانه. احنا بكل حاجه حلوه لمصر. انت عايش مبسوط؟ اكيد طبعا. الناس شافوني بضحك حسدوني على حالي. هنزلوا تنتخبوا ولا ايه؟ كل لازم ينزل. ان شاء الله لازم انزل. واقول لكل واحد يروح يطلع ينتخب ونقف مع رئيسنا. هنزل انتخابات عشان البلد يصلح حالها. أنا بصراحة واحدة من الناس مكتفية بالرئيس السيسي. نازل الانتخابات؟ إن شاء الله. أنت مواطن في البلد دي، ليك حق. زي ما ليك حق عليك حق. دلوقتي حسب أمان أكتر؟ طبعًا طبعًا. عيش مصر، شباب مصر. يا لا 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 اللي، يا لا 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 اللي، علي تغرب بعيد ولا ترن من تاني نفس النبرة في وداني، ومؤشر الفرحة يتحرك في وجداني، وأغاني وحشاني بتذكرها ملهاش عدد. الدنيا ايه من غير أمل، ما يكونش ليه عندك أمل، عيش بالأمل. عايزين رأي حر وعايزين ناس تشتغل. وده حكومة مصر بس ياخدوا بالهم من الغلابة والمساكين. طبعا خير يا حاج. هتنزلي تنتخبي ولا لا؟ أكيد طبعا. أكيد طبعا إن شاء الله.
تنزل تحط صوتك في الانتخابات؟ ان شاء الله ان شاء الله. كلمة بقى يا مصر، ربنا يخلينا مصر. لازم كلنا ننزل طبعا. عايز ادي صوتي لواحد مثقف، واحد عنده رؤية وشاب. يا الله تحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر. تحيا مصر تحيا مصر. ان شاء الله لازم احط صوتي. ليه؟ عشان عايزين بلدنا تبقى احسن بلد في العالم كله. في كل مكان في الدنيا تلاقي الناس بتتشعلق في أوطانها، وأنا بلدي طول عمري مدام شابط في أفطانها. الاسم هي الباب، العمر لسه شباب. يا مسافر بالضلمة ونور، يا مبحر ومعدي قصور، خد بالك ليام عشان مصر وعشان كلمة السيسي اللي قلت انزلوا 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 معانا. لو اتلقيت مرشح احنا عايزين نتقدم، ما احناش عايزين نتأخر. عايزين نتقدم حلو وشكرنا حلو. انا ماليش هنزل انتخب الا السيسي. احنا في مصر بعيالي بجوزي بامي بابويا بكل حاجه. احنا مصر 7000 سنه حضاره، كلنا حاسين بقى من احسن من الاول. دي انتخابات، نقول مش انتخابات برلمانيه، دي انتخابات وطنيه. ولا ايه؟ ان شاء الله طبعا، عشان ننتخب ناس تتكلم باسمنا لازم ينزلوا عشان البلد تستقر. طبعا هي مصر ام الدنيا، وان شاء الله تبقى احسن من الدنيا كلها. ونود ان نحتفظ بهذا الحب على الدوام. مصر عادت شمسك الذهب تحمل الارض تغترب، كتب النيل على شطره قصصا بالحب تلتهب. لك ماض لك ماض مصر، لك ماض